اما بالنسبه للاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، فالنهارده طلاب الدبلومات الفنيه هيمتحنوا انجليزي دور تاني، وهيتم ايضا افتتاح كاس العالم للاولمبياد الخاص لكره القدم النسائيه الموحده في الولايات المتحده بمشاركه المنتخب المصري. كمان النهارده في ثلاث مباريات مهمه في الدوري المصري، خلينا نتابع معاكم هذا التقرير ونرجع على طول. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة التعليم هتعقد امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنين دور تاني لمدة ساعتين ونص. النهاردة هتنطلق بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة بمدينة ديترويت الأمريكية، واللي هتستمر لحد 6 أغسطس اللي جاي، وهيشارك فيها منتخب مصر. ووصلت بعثة الأولمبياد الخاص المصري لمدينة ديترويت الأمريكية امبارح، وكان في استقبالها الدكتور شريف الفولي مدير الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 28 من عمر المسابقة. هيلتقي سيراميكا كيلوباترا مع إيسترن كامباني الساعة 6:30، وفي نفس التوقيت بيلتقي غزل المحلة مع سموحة، والساعة 9 بالليل هيلتقي طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري.